على اي اف ام احلى راديو. صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين على احلى مستمعين. هذه كواد نوف كالعادة على اي اف ام احلى راديو، 9:14 من توا حتى لل11، الاخبار، الترندات، الكويز، الاخبار الايجابيه، وضيفنا باش يكون حاضر معنا في عطاير في ساعتنا الثانيه مروه المعموري. السلام عليكم الناس الكل، انا وتوت ليكيب اللي اكيد تعودتوا عليهم ولا بيتوا تعودوا عليهم. باهي ما نخزر على اليمين وسيما ولا خايف يقول بربي ابدا من اليسار. نهار بنهار، نهار بنهار. باهي خليت بلاستك محمد الجبيلي، صباح النور، كي شوفك هكا نتفائل والله. والله رغم الصوت ضايع، سامحوني على رداءة الصوت، مريضة شوية. بسم الله عليك، الناس الكل تمرض لاباس عليك، تم بعد تعمل سلم موسيقى تسخن صوت كي تسرح. أيوة بالحق، يضيع جملة وقتها. وأنا زادة توحشكم، إن شاء الله كيما تفرح أنت ونعديو هكا لي زون بوزيتيف. صلا نفس الشيء السادة المستمعين، الصباح هكا حلو محلاه، الفرحة والابتسامة ولاباس، نهاركم زين. نهارك زين، سينو جيجي بعد ستوري شحوالك، صباح النور. بونجور، صباح النور، صباح النور. صباح الفل والياسمين اللي يسمعوا فينا الكل على اي اف ام ويتفرجوا فينا سورتو في الاي اف ام تي في، نقول لهم ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهار الموجات الايجابيه. اكيد برنامجنا برنامج موجات ايجابيه. قبل ما نمشي لاسامه خاطر هو قال لي ابدا من اللي صار، مانيش انا راه حبيت نبدا بيه، حاب نذكركم برنامج هذايا راهو يحكمه الفار. الصوت هذا جوستومون اي واحد من الكرونيكور يتحصل 3 فار يغادر الستوديو. كان انا عندي حصاله بكل تواضع. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين ورضايكم والدين. قعدت كنت تهدد فينا بالفار، لا ريت واحد خرج بالحق يا باجا. صباح النور باجا، ساعة المخرجه نتاعنا سيرين منصور، شكون ايمان، ايمان المالكي. صباح النور ايمان المالكي. باجا سمعتوا اش قال؟ قاعد ماهوش يعطي في قمه الفار، وقال قال نهدوا في بالفار وعمره ما خرج اليوم. ركزوا له اسامه، فما بوسيبيليتي تخرج. هاو بار على خويا، بار على التهديد ديجا. هاوكا قدام المستمعين، قدام 10 ملايين مستمع يسمعوا فينا توا. 11 مليون، 11 مليون مستمع. كان انا خرجت اليوم راهو بتواطئ بين مروه وباج. عادي انا عندي حسنه مش احنا 12 مليون لما فما مليون مازال راقد هذاك. علاش؟ داكو نمشي فما مليون يسمعوا في الاذاعات الاخرى. صحيح، اي لوجيك، لازمنا نكونوا لوجيك. نقصينا على السبيعه، مليون يسمعوا فينا كمان. محليها الاحصائيات تاع اسامه، انت دراسات واحصائيات. سينو تحيه لكم المستمعين الكل، كيما تعودتوا سؤال الحصري تنجموا تجاوبونا على سؤال على الباج فيسبوك تاعنا راديو يا فيم. يقول قداش الجمال مهم في اختيار شريك حياتك؟ تلقاو الكارتون كالعاده وتبداو لي كومونتير نتاعكم. ما شاء الله عليكم حاجه، حتى توا نضحكوا الحقيقه والله. محلى محليكم ومحلى زماركم. سينو تصفيقه على المستمعين هذايا. اي وي نصفق عليهم. سينو نستنى فيكم في دراسات جي جي، وما ادراك ما اخبار جي جي. عمرنا كامل نعرفوا الرقم 13 فوندغودي 13 بوخت مالور، يقول لك ما سبقتوش به العالم الكل هالفوندغودي 13. شنو هي حقيقه الرقم 13؟ هل بالحق بوخت مالور ولا وكيفاش طلعت الحكايه؟ التفاصيل مع جي جي. سينو نحبوا يقولوا ساعات ولا ديما اللي الحب ما عندوش لون، ما عندوش عمر، ما عندوش معناتها لي ديستونس، ما تفرقش في الحب. اما يكون عمرك 95 سنة و90 سنة تقرر انك تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب. التفاصيل مع جي جي، هذه مش إشاعة، هذه حقيقة. هذه حقيقة تنشوفوا وين وكيفاش. سينو شوية آخر في عطاير في ساعتنا الثانية. سعيدة جدا اللي اليوم ضيفنا باش يكون نجم تونسي كبير، نجم عربي، ما تقولش صوته ياسر مزيان. طلعوا شكون النجم، كي قلت نجم عربي تونسي يظهر لي، بدينا نقرب شوي. في لي كومونتير اكتبوا لنا شكون تتخيلوا ضيفنا في ساعتنا الثانيه. بعد النجم العربي اللي سبق وكان ما ليه مداخله معنا، الفنان الكبير لطفي بوشناق. اكيد اكيد لطفي بوشناق، يعني. بعد فنان كبير لطفي بوشناق عنا فنان اخر ربي يكتبوا في لي كومونتير شكون تتخيلوا. صوت ياسر نحبه، رومانسي ياسر، انا سميته ملك الرومانسيه. فوالا سينو في تور دو مون. وماهوش زازا باش نسهل عليكم. زازا تحيه، زازا بيان سور، تحيه لصديقتي زازا بيان سور. زازا روحها خفيفه معنا. وتحية الفنان آخر ديما يجاوب على الكويز معاكم، صديقي اللي نحبه ياسر الصدوق مصطفى الدلاجي اللي نسأل فيكم في الكويز وهو يجاوب معاكم على الكويز. نحب نقول له مبروك على البرنامج الجديد. الزميل مصطفى الدلاجي، الزميل صحيح مع صديقك دلاجينو، زوز برامج جدد في قناة تلفزة تي في، نقول له بالتوفيق لك دلاجينو. فوالا في تور دو موند أكيد باش نمشيو للبلاد ديستيناسيون ياسر مزيانة من أحلى البلدان اللي مشيت لهم. هذا كل سنة فيكم من توا حتى لل11 في كواد نوف. سينو ماذا بجبالي على يساري منورني؟ شنو بشنو باش نبداو الحصة؟ أكيد بالدخلة توت سويت. جبالي ما احنا مهمتنا نعديو هكا خونا لي زون بوزيتيف وصباح وناس هكا والكلمة الطيبة راهو تنجم تبدل لك هكا حتى كان متقلق أنت سورتو على صباح تنجم
بدلك جوك وتخليك هكا اون بون هيمور معناها منفرد. اغنيه نحبها برشا يحبوها التوانسه الكل، اما باش تغنيهم معايا على شرط، وقبل ما تغنيهم معايا الناس الكل باش تسخنوا اصواتكم، يسمع الصباح نسخنوا اصواتنا. يلا معايا معايا دو ري مي فا سول لا سي دو. يلا الكل سامعوني يلا. اي سورتو شو شو مروه مروه، انا عندي سيرتيفيكا، جبت سيرتيفيكا في الصباح راهو مريضه راهو تسخن صوت. اي بالعكس بالعكس باهي صوتك. يلا دو ري مي فا سول لا سي دو. اوكي يلا اسمع تبقى ايام مثل الكونسرت صحيح. صوت تاع سبيس تون اكثر تلميذ باش نحكي لكم. فاز فيسع فيسع على الكونسرفاتوار موما شادت صحيح باش قريب في الكونسرفاتوار وقت سي عبد الحميد بن عجيه هو المدير في شارع بليز. انا ما كنت ما نحبش الموسيقى جمله، باك كنت نحب لي ذيعه، مغرومه برشا بلي ذيعه، نحب حاجه اسمها المشكله اليوم فرض وقت، كيفاش نعمل باش باش نمشي للي ذيعه وما نمشيش للموسيقى. شفت صوتي هو توا انت تتنمر عليا وسما قاعد تصور انت زدت خيبته معناها اكلي عرفت اكلي ما عندك حتى حل اكلي ما عندك امل وقتها كان يقرر فينا نحييه برشا. يقول لي مش صوتك عايش بنتي عرفتك انا صوتي خايف باش انا نقول لك حاجه ولا الموسيقى حاجه يسر محليها. وبالحق عملت دراسات ونحكوا عليها ان شاء الله نهار الاثنين اللي الموسيقى تعالج تحس هي تعمل فيهم عملت تعالج برشا كسوة نفسانيا وحتى قال لك بعد العمليه تنجم الموسيقى تكون سبب في الشفاء. هذيك علاش جبالي يعمل لكم كل يوم هكا سويعه كورال على سويعه البرنامج هذا باش يطلع معناتها مواهب وباش نحضروا للصيف المهرجانات معناها باش نولي ديفا يسخل فينا هذيك من هنا للصيف كارتاج يسخل فينا كورال باش يحطنا في كورال في الحفلات نوروني احنا نغنيو جهين ليبسينغ جوست حرك فمها كوكا يس لا لا مش ننور المسرح طلعت البهيه فما غيره فما غيره احنا عاملين عليك جي جي فما غيره من من اللي قاعدوا بحذا بعضهم شفت الجو تبدل مشاريع حسن وتتحسن مشاريع صحيت ومتفاهمين وكمبلو اسامه جيب الميكرو اجا بحذايا حتى انا باش نعمل يا خويا عنده ما تكونش حسودي لان فكرتني ما قبل الدخله نكته هي في الجو ذاك ذكرت عبد الحميد بالعجيه انا في معناتها في التصفيات نجوم الغد في بعد ما كملت غنيت قدام اللجنة طلع واحد باش يغني باش سمع صوته لعب الحميد بالعجيه والمجموعه الصوتيه واللي قلت الجوري جوري عاد طلع قال له ايش باش تغني سي عبد الحميد قال له باش نغني غنيت بيت الشعر قال له باش نغني على الصال قالوا لي على الرقوبه حلوة حلوة عطيني الدخلة محمد يلا معايا حاضرين حاضرين ما تفكرش في الأحزان مدام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي فات وافرح باللي باش يجينا إذا المستقبل فرحان ما تفكرش ما تفكرش علاش تفكر في ماضينا ما تفكرش ما تفكرش وسلم أمرك للحنان وقول قول 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 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله زينة 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 إن شاء الله زينة 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 إن شاء الله زينة قول إن شاء الله زينة زينة قول إن شاء الله زينة زينة الله الله أسمع جميلي على الرياحي وعندي مع بعضهم جيو جيو عدم الانفيبات اللي ريتوا في الكورال هذي أكثر واحد منضبط في الكورال الحقيقة حق الحق اللي تفرج عليه في اف ام تي في باش يشوفوا أسامة دايوغ أنا نضحك على أسامة الانضباط تحسه بقلبه ربي عملها كان إن شاء الله زين ومنظم وياخذ في الفصل يخمم في الصيف التورني يخمم في التورني باش نشوف غيركم سامحوني أسامة معايا عطينا فرصة ما زاد السيزون عطينا فرصة جميلة باهي هذه دخلتنا اكيد نذكركم اللي سؤال الحسم يقول قداش الجمال مهم في اختيار شريك حياتك تنجموا تجاوبونا على الباج فيسبوك بتاعنا غاديو اي اف ام سينو كي العاده والعويد هما حتى تو ما شاء الله عليكم نشتين جماعه اما هذا ما يمنعش اللي انا كيما كل يوم باش نختبركم بالكويز توت سويت مو المره الاولى نخدموا اصواتنا والانرجي تاعنا بعد نخدموا مخاخنا شوي بشوي ندخلوا في المود السؤال الاول يقول ما هي جيجي ركز معايا خاطر انا عقده فيك النواره باش تكمل الفار الثالثه مش الفار جوكر الثالث ما هي المدينه التي لقبت بمدينه التلال السبعه هولندا
تشوف في التليفون جيهان. ليه في الانستغرام عملت تغش باش تلقاني هبط ستوري فيها انت. باه 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 نحي التليفون باش تبدا الامور نحي باش تبدا الامور واضحه خاطر. اي تنجم تنجم. هاكا هرب لي الفكره نتاعي. نعاود لكم السؤال وركزوا، ما هي المدينه التي لقبت بمدينه التلال السبعه؟ ماهيش بعيده المدينه. لهنا؟ لا لا ماهيش في تونس. مش بعيد. والله سويتين بالطياره. عربيه؟ لا 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 تلال السبعه. سويتين ايطاليا. ايطاليا روما. ايطاليا ايطاليا روما روما تحديدا مدينه انا قلت انت قلت ايطاليا روما خاطر حتى ليه هي تبهرني حتى ليه هي تبهرني فينا جمعه الفايته على روما على روما وتتسمى تلال السبعه معناها مدينة... كنت نجم نجاوب قبل كما انت قعدت تلهي لي في افكاري لازم نجاوب المدينه يا جماعه خلينا نعطيو المعلومه تبنيت على سبعه تلال تاريخيه هذيك علاش لقبت بتلال السبعه نحكي على مدينه روما ركزوا في السؤال الثاني حق تصفيق لا صفقنا ما هو طائر الأسرع في العالم؟ الصقر نقص حاجة فما أنواع في الصقر فيه اسم يسميه به العرب على الأخر شاهين شاهين بغافو أسامة شاهين ما شاء الله ما شاهين توصل سرعته تعرفوا قديش يا جماعة 390 كيلومتر في الساعة فريمون بحق سي امبرسيونون هذايا 390 كيلومتر في الساعه هذا تعرف وقتاش هو اسرع كائن حي على وجه الارض والسرعه هذه يوصلها كي يحب ينقض على الفريسه نتاعو يبدا هابط هكا صحيح جوست ما شاء الله فانسيلان ما يمنعوا حد الفريسه مسكينه باهي دونك عندنا توا اجابه صحيحه اسامه واجابه صحيحه الجي جي محمد ركز لي محمد شويه السؤال هذا ساهل يا جماعه جوست تركزوا شويه ما هو اول شعب استخدم ساعه اليد السويس الانجليز لا الشعب السويسري لا قريب سهل على الاخر خاطر معروفه سويسرا فرنسا لا 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 هي معروفه بالنيجر مش بفرسمو اول بلاد بلج اللي عندها بريطانيا بريطانيا صحيح اللي عندها لا شو الانجليز لا قلت الانجليز لا تعطيني بالضبط بريطانيا بريطانيا شنو الانجليز لا شنو بريطانيا شنو الانجليز شنو تونس شنو الجزائر بالضبط لا انت انجلترا راهي بريطانيا لا بريطانيا الشعب البريطاني تحديدا على انجلترا راهي بريطانيا هذه العباد يضحكوا علينا كي نسمعوا لي احنا قلنا لا ديجا فما دراسات شفت دراسات فما دراسات تقول فما دراسات انجلترا هي بريطانيا قال الاجابه صحيحه هو الشعب البريطاني لا لا فما زوج دول بريطانيا وما يتبعوش لانجلترا اسمعني انا فركست عليها الحكايه انا نتحداكم مادام انتم تحاجوا فيا ما هو الفرق بين بريطانيا وانجلترا جاوب جهه انا حسب ما نعرف اللي فما دول انت سامحني ما حرمتني من الاجابه انا عندي هنا شنو دوين انا لهنا نشوفوا سؤال الريبونس اللي انا ما هو الفرق بين انجلترا وبريطانيا اول شعب استخدم ساعه اليد هو الشعب امان امان انا هنا الحكم أنا القاضي وأنا الحكم وأنا عندي الحصانة يا أسامة أول شعب استخدم ساعة اليد هما الجنود البريطانيون تحديدا في أواخر القرن 19 كانت وقتها يحطوا ساعات في الجيب بتاعهم الجنود البريطانيون هم الجنود الإنجليز يفضلك ويهدي انا حاسب بريطانيا اوكي حاسب اسم بريطانيا هكا نفهم امور ديكتاتوريه هكا نفهم والله لا على ذكر ساعة نتاع البيج بين فما امراه في بريطانيا في القرن العشرين يظهر لي ولا حاجه هكا كان مانيش غلطه كانت تبيع في الوقت اي نعم تمشي تبيع الوقت وتخلص عليه يقولوا لي كيفاش على خاطر وقتها يعدلوا الوقت نتاعهم على البيج بين دونك هي تعدل عندها اباري دقيقه دوكو تمشي للمناقليه اللي يبيعوا المناقل في الوقت هذاك وتعدل لهم كان فما بالضبط وتخلص ايش قولك في معلوماتي امان لي امان امور دراسات امور دراسات ما تفدلكش جيجي والله يا اسامه تلمو طاو عملت لي احتجاج على الفارغ انا بعد ما نرجع بعد ترنديت باش نعطيك الفرق بالضبط بين كي تقول لي الشعب البريطاني والشعب الانجليزي انجلترا بريطانيا الكبرى قلت لك كيفاش عملت انا نفرق عليها الحكايه خاطر انك يقول ساعات دراسه بريطانيه وانجليزيه برشا مانيش باش نقول ما يعرفوش خاطر برامو برشا ما يعرفوش يقول لك ليه بريطانيا هي ميكروجيجي مش كيف على خاطر في البدايه كانت انجلترا دوله ولكنها جزء من بريطانيا العظمى العظمى هي دولتين اللي هما اسكتلندا وويلز والمملكه المتحده هي دوله ذات سياده تضم جميع هذه الدول انجلترا واسكتلندا وويلز ثلاثة اسماء هما جوستومون ثلاثة دول دونك اسامة ما عادش تبدا عايشك عندي دراسات من غادي على اليسار عندي معلومات عن بالفرنسية وبالانجليزية ما اسمهاش بريطانيا اسمها انجلند انجلند اوكي هي إيه. فرنسية انجلند اللي هي بريطانيا متمكن من معلوماتي وعارف روحي ايش قاعد نقول حد من بريطانيا يجاوبنا
باه بربي مستمعينا في بريطانيا اقنعوا اسامه خاتم مش باش يقتنع. يا اسامه القليل راسك ماهوش ظلم ماهوش ظلم اللي فركست مستمعين اقنعوا استناوا المافيولا في لحد الرياض. لا 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 ما نحيش باجا قالت لي نحي باجا انا مش متاكدين والله. جي 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 هي اللي ربحت الجوكر برافو جي جي فعلوا معانا صفق صفق زميلتي تروح يا جايه قالت ربحت الجوكر مبروك عليها بيان سور بالحيله بيان سور انا نحب اليزابيث برشا 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 اليزابيث هذيك ملكه الله يرحمها حاجه حاضر جي جي الترانديت بيان سور خلينا نشوف الترانديت اسامه نغار على روحه هذاك نهدي له اغنيه او يا نغار توا يا نغار صحيت انت غني خد صوتي ضايع صحيت جي جي نتعاونوا نتعاونوا باش نكلاش انا مانيش نغار انا حقوقي ونعرف روحي اش قاعد نقول ونعرف معلوماتي فهمتني كي سالتني على الصقر الشاهين جاوبتك اجابه كامله وانا قلت لك برافو صفقت فما شعره بين النغار والله ليه في بالكم انا عديت والله ليني مسامحكم الحق نتاع ربي بين عندك سؤال فايسه بصراحه ناخذ احنا عنا الحق مش عطيك سؤال جوكيري خذيته انا بالنسبه لي في الكوره زاد ما تجاوبش عليه في الكوره بربي جاوب يا جي جي وبرد على القلب لا من هو اللاعب اسمه قريب سبيلا ريبونس بالتليفون خاطر انا مظلومه خاطر مظلومه بالحق من هو اللاعب الذي يعرف بلقب الجوهرة السوداء بيلي 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 أكثرش من هكا الجوهرة السوداء بيلي سي بون رجعتي فورما سي بون جوكر عندي سي بون نجم نروح الجوكر 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 تاخذ سي عركة على الجوكر ميسير شاوكا يا خويا رضي ميسير كيف أقول لي أنا مانيش نغارة نغار أما لي أنا عارف روحي فش قاعد نعمل باهي يلا يا جماعة خلينا نمشيو للترندات عندك شي غنية على النغرة لا لا سي بون خلينا نمشيو للترندات يا جماعة الجوكر اليوم عند جي جي نمشيو توت والله حبيتك تدافع عليا أنا باش ندافع عليك بصراحة خلي يقولوا إيش يهمتا من اللي يشكر ولا ذمتا معاك أنا أخويا خلي يقولوا إيش يهمتا من اللي يشكر ولا ذمتا كرة معايا إيش يهمتا أشيهم الله على شفت محمد الجبالي المستمعين تجمعوا تفعلوا معنا وتقولوا لي تقولوا لي انتم تيم أسامة ولا تيم جيجي بالحق خلي المستمعين يحكموا سينو نذكركم لسؤال الحصة هو قداش الجمال مهم في اختيار شريك حياتك شوية خلنا نطلع على لي كومنتير ذيفي باش يكون فنان تونسي ونجم عربي كبير صوت مزيان على الاخر في ساعات ثانية في عطاير سعيدة جدا اللي باش جاوبنا على سؤال نجم نطلعوه زادة في لي كومنتير نتاعكم خلنا نشوفوا قداش من واحد يعرف شكون ضيفنا لليوم سينو قايد توت سويت دراسات وترندات جيجي كنت نسمعها حكاية العمر مجرد رقم يا اخي طلعت العمر مجرد شنو رقم بالحق نسمعت بها الحكاية هذه حتى لين بالحق شفتها قال لك يا سيدك يا بن سيدك فما راجل تزوج مع حبيبته اللي عنده معاها ليه مش هكا 6 سنين متاعنا ولا 10 سنين ليه ليه هذه عنده معاها اكثر من 60 سنة اي اون كوبل فوالا 60 سنه وهما اون كوبل يكون في روحه اي احنا خاطر عندنا كيوقف في تونس يكون روحه 10 سنين وميسالش مش مشكله اما هذايا بصراحه عمل رقم قياسي 60 سنه وهو يحب فيها المراه هذايا وليه وفي الاخر كان عنده وعده وتزوجوا ابراهيم هذايا اللي عمره 95 سنه تزوج من حب حياته تابيتا وانغي اللي عمرها 90 سنة شنو يعني مجرد العمر ستان ديتاي راهو احتفلوا زيدا وعملوا عرسهم بالقرب من العاصمة الكينية نيروبي قصة حبهم يا جماعة بديت من عام 1960 وهنا نحكي على الوفاء وأنه الراجل النجم يكتفي بزوجة واحدة أو حبيبة واحدة عملوا احتفال بعرسهم في الكنيسة زيدا وكانوا في قمة أناقتهم والله شوف أنا نحب نحيي شو اسمها المرأة ذي ما شنو اسمها قلت انت اسمها توكا صعيب شويه تابيتا اسمها شو اسمها تابيتا تابيتا هذيا قديش عندها وسع بين نحب نعيا نحيها على الصبر اللي عندها 60 سنه سنه في كون فخار بكري الحب الاصيل فخار بكري بي وسيمة هل العمر مجرد رقم مجرد رقم ما عنده حتى دلالة أخرى بار إنه رقم نحسبه به سنوات عمرنا ونعرفه به قديش احنا وصلنا لمرحلة متاع نضج ولا مرحلة متاع منش عارف هنا تجارب تكبر تجارب تكبر مش العمر دونك بالنسبة لي أنا مجرد رقم عادي راهو تلقى واحد عمره 50 سنة تقول له إيش بيك تتصرف هكا يا أخي سبحان الله هو يحس في روحه من داخل عمره 18 فهمني كيما تلقى واحد زادة
راهو عمره 20 وهو يتصرف كأنه راجل كبير عمره 60 سنه بكر رصانه والكذا. ما ساعات الرصانه برشا برشا راهي تولي سامحوني في الكلمه وجه دودو. لا 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 محمد الجبالي، انا يظهر لي باش ينجحوا في زواجهم باش ينجحوا في الزواج بتاعهم لانه اختبرها مده 60 سنه. فاللي يحب يركز بالكدا وتدوم عشرته مع زوجته ميساش ينجم يقعد 60 سنه يجرب فيها ويشوفها فوالا وقت اللي تهنى على كاركتيرها وطبيعتها كل شيء قالوا هاي طون زوجو. انت معناها مع الاطاله نقلق. مع الاطاله في فتره الخطوبه اللي هي فتره التيست يظهر لي اي انه يظهر لي هاو 60 هاو متهنين تو 90 95 سنه ما شاء الله عليهم باش يجيبوا صغار زاده فهمتين بعد 60 سنه يا وي هذه حاله من الحالات النادره على خاطر اجي نقول لك فما دراسه زاده تقول اللي ما لازمش فتره الخطوبه خاطرنا ك 6 سنين و10 سنين ومن بعد الله غالب راه ما نجمناش نتفهموا ولا طلعت ماما ما تحبش يعني بعد 10 سنين طلعت الحاجه ما تحبش معناها كي تطويل برشا خايبه وكي تكون زاده فتره باهيه باش يفهموا بعضهم يعني مش برشا ومش شويه فهمت واضح اي انا باهي سامحني باهي تقول انت ما يقصر ما يطولوش علاش يعني بعد كي يتزوج سنة سنين على 15 20 30 سنة معناها خبر. يتم معناها الطلاق والعارك علاش علاش فسروا لي باهي وانا نعطيك اكزامبل اخر وفسروا لي فما ناس يقعد وانا نعرفهم معناتها 10 سنين وكوب ومن بعد يعرسوا شهر ويطلقوا موجود هذا هو الاخبار اللي عرضني هذا هو الاخبار اللي عرضني اخبار والله عرضني على زوز مشاهير شخصيات عامه قعدوا 6 سنوات في فتره الخطوبه وكيعرسوا ما قعدوش شهرين مش الشغف شوف لا افراط ولا تفل الشغف هذيك ولا بالضبط ما يمشيوش على رواحهم انا نظن مده عام كافيه وباهيه على الاخر باش يزيدوا يعرفوا بعضهم بعد العرس وتزيد العلاقه تقوى اكثر قول لي يظل لي فما مشكلته هنا الشخير هو اللي تسبب في الشخير عندي دراسه ونحكي لكم عليها الاثنين اسباب الشخير ورانا نجمو نتعالجو من الشخير انا منبهره بجيجي تحكي كان بدراسات كي بدها تحكي وكهولي راهو كلها دراسات حتى تعارك بدراسه الدكتوره جيهان صحيح انا نحب نشوف جيجي ناريخه في كوبل حتى تعارك اسمع عندي دراسه راهو تقول اللي انا تو لازمني نتكلم ما فهميش معناتها قبل ما نعمل غنيه جديده نقول اعمل لي دراسه على الموضوع اللي باش نغني انت عملت لك دراسه عندي سنين وصوت مليك وصوت حلو وصوت جميل وكالكاسيت نتاع عبد الحليم ايش نقول لك انا بالنسبه ليا انا ما نفهمش برشا في الموسيقى اما نحب عبد الحليم افضل من غنى لعبد الحليم هو محمد جبيلي لا النهار اليوم نهار سعيد جميل معناتها نهار ما نجمش كنا نوافق محلى شو ما نجمش انا سينو اللي يسمعوا فينا ويقول شبي محمد عاش الذوق وما قدرش الكلام اللي قالته يزني يجاوبها نقول يا حنين يا حنين ميرسي جيجي والله بالحق صوت محمد جبيلي صوت بالحق يقعد ديما من افضل الاصوات اللي انا نقول لك في اقرب الاجل جيب الميكرو وجا بعد هذيك يجي لنا خاطر ولات كلور ولات كلونات ودنيا صحي تبرج يجي كمل لنا حسب رايكم يا جماعه شكون يحكي اكثر يورور معناها النساء والا الرجال شكون يثرثر اكثر صعيب السؤال صعيب على المراه احنا سهل العمليه شكون في البلاتو هنا قاعد يحكي اكثر المراه الحقيقه في البلاتو بتاعنا هنا تو اسمع غني لها يا حنين وبعد كلاشيها كفو قاعد كل حاجه في بلاصتها اسمع ما تعملوا لناش هيك الحكايه ما انا محمد اللي محبوب وصحى انا نقول المراه اكيد نغارة تدخلت رشيقة أين راهو خليتكم تتكلموا خاطر كنت متأكدة أنه تحامل كبير باش يصير على نساء ومش كان أحنا راهو برشا دراسات تعملت وقالت اللي نساء تحكي أكثر وبرشا دراسات في المقابل تعملت وقالت اللي الرجال في الدراسة هذيك وقتها تصدموا الرجال قال لك حتى الرجال راهو ينجموا يكونوا يحكيوا اكثر جي شكون هذه طلعت مغالطه وماهيش صحيحه الرجل والمراه يحكيوا كيف كيف لهنا شكون تدخل خاطر الدراسات تقول مع النساء والدراسات تقول ضد الرجال تدخل الطب النفسي اللي قال كما نعرفوا الكلنا فما فروق بيولوجيه ما بين المراه والراجل اما راهم يتكلموا كيف كيف وبعديك تدخل فيها الكاركتير هذيك حاجه اخرى اما الاكثر انه المراه تتكلم نحسوها تتكلم برشا خاطر تحكي برشا العاطفة المرأة وتحكي برشا التفاصيل معناها المرأة تحكي لك حكاية هكا من جوارحها الراجل بلوتو واقعي وعملي أكثر دونك لهنا تصير الفرق يصير هنا حد يحكي لك بالعاطفة ويقعد يوسع في بيله ويقول لك كلمتين حلوين في وسط الموضوع هكا ويطول الحكاية بينما الراجل نحسوه واقعي ويحكي
تك تك تك. انا نقول كان الدراسه دي صحيحه الراجل اكيد يحكي في قلبه، معناها حسبوه لو كيف يحكي في قلبه. ولهنا نتفكروا الدراسه نتاع 8000 دقيقه سنويا المراه تقنقن على رجلها. انا قلت 8000 شويه بصراحه دقيقه سنويا شو انا نعطي كل واحد حقه. ما يقولوا لي مروه انت ديما مع المراه والرجال متغشين عليا تو عندهم نهارين اكثر من 8000 كان نقولوا الحقيقه. اما الفنانه الكبيره فيروز قعدت 20 سنه وهي نحيت لي الريبونس هذه علاش غنيه تدوينوا فيس على بعضكم تو كنا نشكروا يوريك لي انا مركزه في والله نحيت لي والله انا شفتك محمد قلت لك راهي دخلت لك في القلم نتاعك وبدات تفك انا استنى ذوما للدراسات فمش حاجه دوما تدخل في المزيكا انا في بلاصتك ما باش نجيب روحي تروفار ونقول لكم باي باي بلاش بيك يا محمد ما نجموش احنا جايين نهدي النفوس انا في بلاصتك ما نسكتش أسامة أنا أقول دراسة ذي بصراحة أنا كمرأة وديما مع المرأة ولا جوسي فيمينيست أما نسيت أحكي أكثر من الرجال قناعتك جيجي إنه نحكيه قد قدو كيف كيف مستحيل مستحيل لا علميا لا عاطفيا لا عقليا لا بأي معناها طريقة توقعها أنت في بالك. الناس كل تعرف اللي المرأة تحكي أكثر من الرجل. اي هل يقول لك المرأة ديفلوبي اكثر وتقدر اي ديفلوبي سيكون تاخذ اكثر وقت اللي ديفلوبي ويحكي التفاصيل ياخذ اكثر حيز زمني بالمعقول يعني باللوجيك نحكي التفاصيل وسما ياسر معناها 8 و4 عام 2012 الرجال دغري راهو يعطيك ديريكت الموضوع. لا شو انا الموضوع مش حكيت التفاصيل تو انا بيرسونالمون ما كراجل والله نجم نحكي معاك في موضوع جديد الغدوه اما المشكل الموضوع هو بده يتعاود كنت قاعد موضوع حكينا فيه سيبون معناها في سيبون هاو معليش عندي وسع بالي معاك الغدوه في موضوع جديد نحكيه الغدوه اما نفس الموضوع اللي عنده عام وعامين ثلاث هذاك يتعب معناها احنا نعشقوا لهذاك ما لا 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 ومن بعد نقول ومن بعد نقول وش بيه ترتتي وتغش شو فما زاد المرأة سامحني زاد المرأة الذكيه فما الجانب من الذكاء نروح له الحوار ونحكيه في بعض مواضيع لكن المرأة اذا نحكيه ساعات باش تكسب طرف الاخر او رجلها فهم كيفاش انا عندي صاحبي مثلا نكوروا مع بعضنا 30 سنه قال لي متزوج قال لي قليل وين نتعاركوا كيفاش عاملين اعطينا محمد قال لي الحاجه اللي تغششني ما تعملهاش والحاجه اللي هي تغششها انا ما نعملهاش سهل نعملها معادله سهله يعني نحس ساعات اللي احنا نصعبوا فيها به اما حتى تقنقين انا نراها اللي الراجل اللي ما يقنقنش على مرته ما فهمش حب كبير والمراه اللي ما تقنقنش خاطر عملوا دراسه واكتشفوا انه الحب والله لا مش جيجي قتلتني بالدراسه وكل شيء معناها تقنقين معناها باهي تقنقين دوينوا على بعضهم في سعريك شو شي يقولك علميا انه المشاكل والله بالحق راه لا هو ايجا نقولك فهمتها مش المشاكل الكبيرة فهمتي شنو فهمتها لهنا هي عبت تقول اللي يحبك ناتخ ما يحبوش بعضهم اللي يحبك يلومك اللي يحبك يلوم عليك فهمت اللي باش يتصرف معاك اخزر كي تغلط وهو يتصرف معاك نوتر راه ما يحبش لا نعرف تلومني حلو اما نحكي فما حد للوم وبطريقه حلوه لا افراط ولا تفريط في كل شيء راه يقول لك على قد المحبه على قد العتاب ولا هذا هو العتاب على قد المحبه وكي نحبك زاد نعدي لك ياسر ونلومك بطريقه حلوه بطريقه حلوه النجم شو النجم نحسك اللي انت غلطت ما غير من عاركك صغير هذيك اصعب راهو والله معناها غادي انت تقعد بينك من مخك يعني يسوفي. مش لازم نتكلم مش لازم نتكلم ناش نحس انت راك غلطت معايا مش لازم ما تكلمنا قال انا راكي تتكلم خير باش توضح الامور سينو باش يقعد بانكور اون دو مو غير تجريح وثاني حاجه ما نجمعوش انا جوفالي مش نسال كل كيف كيف اكيد اكيد لا اكيد مش معناها راهو المراه سمحوني لك ونكديه وما الى ذلك وكستيريوتيب اللي استنسنا به لا فما نساء ما صدقني بالعقل اكثر من 1000 انا معاك ما نحكيو النسبه اكثر وهي جوست خلينا نختموا والله العظيم انا اكتشفت اللي فما رجال الجنجن اكثر من نساء وصدقوني صحيح فما رجال تقعد شده في مشكله بس جنجن والمراه تلقى ولا على بالها دونك ماهيش معناتها قانون كوا المراه جنجن ومش صحيح اكثر ليه ماشي اكثر فما رجالك في الدار انا الخرنين مثلا مثلا ها والله يعجبني والله في صراحته والله في الدار انا اللي خرنين مثلا ها وعليه كل روتريتي ما نعرفش اقسم بالله فما والله فما تبيع ليه لو فاطمه زيد نحييها فاطمه عرفت بالها واسع زينه وبالها واسع اي دونك وقعدت شدتها بالها واسع بالها ولا نهار تتسيب عليا لا 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 ما تتسيبش عليك تعرف علاش على خاطر هي هكيك راهو اجا نقول لك هو حتى في الدراسه هذو قالوا في الاخر راهو اي قالوا في الاخر معناها ما بين شكون يحكي اكثر قالوا في الاخر تقعد عوايد وتقعد كل واحد كيفاش تربى وكيفاش تبيع وستيليسو دونك ماهيش حاجه يعني واضح نمشي باش نحكيو توا على الارقام تمنوا اللي فما ارقام سيئه معناها تجيب لك الحظ السيء لا انا لا
رقم 13، رقم 13 عنده مشكلة كبيرة في الحياة، الرقم هذية اللي يعتبر جالب للحظ السيء، وعندي برشا إذا كان يجيب الجمعة عادة هذيك فوندغودي 13 عبيد ما تعمل حتى شيء نهار هذيك، خاطر فوندغودي 13 وزادوا كملوا كالفلام عادة زادوا، هي راهي كلها خرافات من أصل الدنيا، خرافات قديمة، أما احنا زدنا طورناها وعطيناها برشا قيمة. والغريب في الأمر أنا مش جديد، كنا نعرفوا اللي 13 رقم يجيب الحظ السيء بين ظفرين، أما طلع عنده تأثير كبير على برشا دول. اي نعم، طلع عنده تأثير على إبرام صفقات تجارية، مثلا إذا كان فما غينوا كبيرة وصفقة كبيرة وجيت من تخيز من أي شهر، راهو في أمريكا تتلغى الاجتماع هذيك، ويكلف الاقتصاد الأمريكي 75 مليون دولار إلى مليون دولار، معناها راهو عبيد تقف كاغي ما اقتصادي وقف... خسرت لهم حكايه في امريكا ان فوندغودي 13 فوالا، وقتها ولا يتشائموا بالحق الشعب الكل. فوالا، دراسات اخرى تقول اللي 20% من الاوروبيين ماخذين موقف سلبي جدا جدا من جمعه 13، ويعني زاده خسائر في الاقتصاد الاوروبي زاده. اطباء النفس الدخل كيف العاده يقولوا اللي الخوف من رقم 13 ينجم يوصل حتى النوبات الهلع، وتاريخيا الرقم 13 ما كانش موجود حتى في قوانين حمورابي عام 1750، وفي العديد من المباني والفنادق والمستشفيات، وساعات في أسانسور يزابيو النومرو 13 من 11 يتعديو ديريكت 12 وبعد 14. الرقم 13 معروف زادة أنه روزفلت وفيكتور هيوغو ما كانوش يحبوا الرقم 13. الناس كلهم عرفتوا اللي تعهدات ولينا مركبينها المخنا لو تري سورتو فوندغودي 13، معناتها ليه ما نستبختوش لا نهار ثلاثي حاجه خايبه. اول حاجه ساعه جمعه مباركه على الناس الكل، اكيد فوندغودي نهار جمعه نهار مبارك، رانا مانيش هندوس ولا نعبدوا في رانا مسلمين ونمنوا. هي الحكايه شوف ما نتبناوهاش زاده سامحني، فوندغودي 13 لهنا ولينا اون ديري نحكيو على يوم الجمعه بطريقه سلبيه. صحيح هذا ديجا لهنا بدخلنا في الطبعه، قال لي هما كيما قال مره صار لهم حدث كبير، صار لهم حدث يا وقتها هما ربي معاهم. احنا مانيش كريتيان، احنا مسلمين نمنوا لنهار جمعه نهار مبارك بطبيعه، الناس تغتسل فيه، تمشي تصلي الجمعه، العباد اللي تدعي فيه، نعرفوا اللي الخميس في الليل نحطوا الاذان في الجوامع، ومحليها المدينه هكا كي تبدا معناها في عشيه جمعه ولا ولا في ليل الجمعه. معتقدات اخرى اسامه راهم شكلوه في فوندغودي 13، اغزر اللي يحب يمن بالحاجات هذيا، هذا ديما يقعد يدخل في خانه التطير حبينا ولا كرهنا. وين جوفوا اللي الحاجات اللي صاروا مش معناه رانا ننقذ لك في الدراسه نتاعك، هما في معتقداتهم يمنوا احنا ليه؟ لا وماهيش معتقدات، هذه وصلت حتى الخسائر كبيره، معناها لعبت خسائر كبيره. انا نقول اللي هي مجرد صدف، ليه مش صدف كبيره خاطر احلى ميول ينحيوا لي غيونيون، ليه مش خسروا في النهار هذاك؟ انا جيت نشوف انا ماذا حدث في مثل هذا اليوم. في عيد ميلادي نهار 15 سبتمبر نلقى 20 كارثه وزوج حاجات باهيين، اش معناها؟ معناها لو كان سبتمبر خايب؟ ليه؟ سيكو صدف وكهو، صادفت وكهو، واحنا ركبناها لارواحنا انه هذاك مربوط بفوندغودي و13 والرقم 13. ليه هما مش حتى وصلوا تركيبه، وصلوا معناها قلت لك مليارات خسروها، معناها عبد ياسر هذاك ربي تحفاه بالضبط، نجمكو ربي تحفاه مليارات خسرها، خاطر حكايه فارغه. ليه حكايه فارغه؟ مش حكايه فارغه، ليه احنا كيما قالوا سمع المسلمين هذه معناتها شنيه هذه 13 خاطر سورتو تجي فوندغودي، انا نشك زاد لانه يعرف المسلمين معناها نهار جمعه بالنسبه لهم مقدس، كان هذا فما ليه حكايه فارغه. ليه الناس ما عندها ما تعمل هكا ربي تحفاه خسروا مليارات. انا فهمت هما في ماشين وتجي جي والماشي عندك حق وما عندهم حق، انت تحكي على دراسه شنو تقال فيها، وهو سي فري فوندغودي يقعد نهار معناتها مبارك من الاف السنين، راهو من الاف السنين الحكايه هذيا راهو خرافات قديمه برشا، راهو فهمت. لكن من بعد ولات خرافات. ليه خرافات؟ انا علاش حبيت نحكيها؟ حبيت نوري وين توصل معناها العبد، وين يوصل معناها. تصور ريونيون يبدا فيها رجال اعمال تلغى على خاطر سائبت كما يقول اللبناني، انه اما باركونتر فما ناس مثلا هكا حتى في قرار نفسه تستبخت بنهار معين رقم معين، مثلا نهار الخميس نحبوا ياسر ما نعرفش هيك عند ربي، ونهار الاثنين نحبوا معناتها حتى علاقه بال فهمت، ما تنحس هكا كي نحب نعمل حاجه مش معناتها اللي هي مثل الاخرين نعمل فيهم شيء، اما رقم 8 نحبوا خاطر
ميلادي فيه برشا ثمانيات هكاكا معناتها ما عندها حتى علاقه بالفوندغودي 13. انا ما سبختش اما عادي جدا نجم نهار اثنين يكون فرحان نجم نهار اثنين مساديبون معناتها اما بار كونتر فما رقم ديما يتعدى قدامي ديما في اوراقي موجود عنده سينيفيكاسيون ما عند لا لا ما نعرفش ديما فهم في بطاقه تعريفي في السيري نتاع الكهرباء في في مناسبات مارجنات رقم سبعة سبعة مثلا تدخل فركس تلقى دراسة شوية في علم الأرقام في علم الطاقة الطاقة تقول لك سبعة هو رقم شنو ديما يعرض يقول لك هو كي ديما تعرضك حاجة راهي ماهيش هكاك سي با غراتوي لي بابي نتاعي الأغلبية كيما قلت لك مناسبات السيري نتاع كار نورتو ديما فما رقم سبعة رقم سبعة عيد ميلادي في جويليا هاكا باش تستدعاني وأنا لو 27 وأنا لو 27 فما السات زاد نهار عيد ميلادي تعدى 27 أكتوبر سبعة ديما فما سبعة كيما أكتوبر تبين أنه الشهر اللي يكون فيه أي إنسان في العالم يقع في الحب وكان عنده حاجة جديدة ينجم يمشي يعملها هذه دراسات نتاع علم الطاقة في الحب في اكتوبر هذايا ديما نشوفها وشهر الوقوع في الحب فنحب في روحي يظل في اكتوبر معناتها عمري ما وقعت في الحب معناتها بديت قصة حب في اكتوبر منذكر لا هو يقول لك في اكتوبر ديما البدايات الجديده معناها كان عندك خدمه جديده حاول تعملها في اكتوبر انا كنت خبيت البرنامج هذا في اكتوبر وانا فوالا بدايات في اكتوبر والله هذه حقيقه ان شاء الله ربي يوفقنا بها يا جماعه انا بيب وراجعين مكملين جيجي مع اخبار وترانزيت جيجي على راديو رجعنا لكم على اف ام احلى راديو 9:54 دقيقه مازلنا مكملين في كواد نوف حتى لل11 ومازلنا مكملين في اخبار ودراسات جيجي توتويت يلا الدراسه هذه الحقيقه غريبه وعجيبه وقعدت بهتة انا فيها الحقيقه اول مره دراسه هكي تخليني بهتة قالك يا سيد كيفن سيدك انه ارتباط الراجل بامراه جميله ينجم يخليه متوتر ومضطرب وتنجم تتسبب له اصلا في امراض في القلب باحثين في جامعه فالنسيا الاسبانيه لقاو انه تواجد الرجل وحده مع امراه مزيانه لمده 5 دقائق ينجم يفرز هرمون الكوريزول لسنه الكورتيزول عند الرجل هكيك يزيد من احتماليه اصابته بامراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم يكثر خيرك نحب نمشي لاسبانيا ان شاء الله ربي معاهم في فالنسيا وكل شيء ونشوف شنو هو الحكايه في الجامعه هذه منين جابوها هذه الدراسه بدات بلوز او صحه في حاجه اخذ بدات تبدا المراه زوجتك جميله جدا تجيب الانظار اكثر تغير عليها اكثر بدات مربوطه بهذه اما انت وثقه الرجل في نفسه زاد هكا ولا طبعا بيان سور هو راه نتفكروا روحنا كي كنا مراهقين ومازلنا جدد هكا في العواطف والمشاعر كي تقف قدام طفله مزينه تتمهمش تدخل بعضك علاش كي كنتوا مراهقين توا والله ما يقلقني حتى توا ليه انت متزوج على روحك انت معارس على ليه نحكي لك ما ياثرش في ما أثرش فيك على 40 طوم شي أثر فيها معناها كمان نحكيو على سن المراهق اللي ما تعرفش تتصرف تدخل بعضك تدخل بعضك سورتو كي تبدا انت سامحني معجب بها ولا حاجه قالوا لا حتى لسانك يتعقد ما عادش نجم تقول حد شيء اما بعد بطول المده بالتجارب بحكم الفريكونتاسيون انك تقابل عباد وتعرف ناس دونك بعد بشويه تولي تتصرف عادي مع الناس تكتسب ثقه في نفسك مش تتبدل خبره وثقه في النفس زوز مع بعض ثقه في النفس هي اللي تخليكم بعد وراو اسمع حتى لتوا ما تقنعوني الشاب المراه المزيانه واللي عندها ستاتوف في المجتمع معناتها بلغه اخرى انديبوندونت معامله روحها مزيانه عندها منصب درشنا ديما تخوف مش اي راجل يمشي يحكي معاها جو دي بيان مش اي راجل يمشي يحكي معاها كراجل عنده ثقه في روحه اللي يعرف اللي هو مش باش يترفضه حتى كان ترفض سي با غاف خاطر هذيك هي الحياه دونك مش اي راجل وديما في مخهم اللي مراه جميله جدا وعندها ستاتوف في المجتمع لازم تكون ثري جدا باش تمشي تحكي معاها ولهنا مروه لهنا فما حاجه مهمه جدا واللي هي اسمها معضله البنت الجميله معضله البنت الجميله هذيا مسكينه البنت الجميله على خاطر الراجل اللي اقل منها شويه يقول هذه جميله ياسر ما نجمش الحقيقه نحكي معاها والراجل اللي ينجم ويحس روحه عنده قدرات باش نحكي معاها كيف كيف يقول اكيد هذه مرتبطه واكيد عندها شكون في حياتها دونك ما يحكيش معاها ومسكينه البنت الجميله هذه يبدو خايفين منها للي يقدر ينجم يكلم يقول لك لا اكيد هذيك عندها شكون في حياتها اكيد مخطوبه ولا اكيد ما تحبش هكا ماشي نوعي واكيد مطلبه ياسر اكيد دلوله ياسر وهو ساعات لي راه تلقى المراه الجميله مراه عاديه ماذا بها معناها راجل عادي وكل شيء يعني هذه معضله البنت الجميله يقول لي يمكن قول سامحني ليه هنا دور في لسانك صراحه ما تتكلم والله ليه حكيت على الرفض بكري انا ما فهمتش قبل منين كنت نجيب في الثقه
راني والله تبديش كيم كارديشان نمشي لها نقول لها راني نحب نحكي معاك. نحب نحكي معاك كمان واحنا صغار نحب نصوحبك. هذيك هي ما فهمتش منين جايبها الثقه اللي كانت عندي حاجه رهيبه والله. ما شاء الله والله برش. حاجه بيا ونحييك عليها. وما عنديش مشكله مع الرفض عرفتك اللي قالت لي لا ولا عادي. ولا ما سامانتي ريسبا ولا تي با مون جونغ عرفتك. بالعكس بالعكس شو بالعكس نجم تعجبها خليك لانه في العاده كما قال جيجي ما يتجرؤوش يخرجوا في كي تقول لك هذا جاي حكي معايا اولا عنده ثقه في روحه فهمت كيفاش تبقى الحكايه كما قلت لك الكونتاكت الاولاني هو سيفريرا والجمال ساعات مشكل اللي هي اي اللي هي هي يا اما باش يخلي البعض يقول لك اختاني يا خويا وكما قال جيجي هذه اكيد شباب راه عندها شكون فهمت كيفاش والا هي ساعات ما نقولش الكل يستغلوا كل الجمال هذاك باش تلقى الجانب نتاع الغرور والدعوه اي كيفاش نقول اللي تحب عليه برا امشي خذه بالضبط خذوا برا امشي خذوا جرب حاضر جرب ما عندك ما خاسر وذاك علاش وذاك علاش سامحوني ساعات تلقى واحده جميله جدا وتلقى واحد له علاقه تقول كيفاش لموا ببعضهم بالضبط حبت فيه الكل حبت فوالا حبت فيه الجانب هذا كوراجو هو امشي النساء الجميلات خليني نقول لك انا كاميرا تشوفوا في الفيديو توا مره حكيت النساء الجميلات واللي ريكسيون اللي عملتها بعينيها فوالا اي النساء الجميلات وانت ما شاء الله عليك زاد عايشك فضلك النساء الجميلات راهم في حاجه لا الراجل ثري جدا اوكي انا بالمستوى والله لحظه بالمستوى الاجتماعي زاد مش عايشه في نيفو في دارهم باش تمشي تعرس بنيفو اخر هذايا لوجيكم اسمش ماتيرياليست هذا حق مشروع لكن راهو اكثر حاجه تجذبهم في الراجل الثقه في النفس والسين والسين الحلو والسين الحلو تكون بالحق راجل معاها وتقف معاها والله العظيم محتاجين اكثر حاجه الحكايه هذيا ما تشوف راجل اصلا ساسوغف ما يظهر الراجل عنده ثقه في روحه يعجبها ديريكتومون دونك ما عادش تخاف راه مظلومين النساء الجميلات سينو محمد انا حبيت انك تغني لي قبل الاخبار خاطر اون فيت هبطنا سونداج على باج فما برشا طلبات قلنا شنو هو الاغنيه اللي تحبوا تسمعوهم ميساجي مازال ما جاوبش على على الفيسبوك تاع محمد شنو تحبوا تسمعوا بصوت محمد في سمعني ما شاء الله ديوغ نحييكم على على تفاعلكم معنا جوست بعد الاخبار قبل عطاير باش نسمعوهم هذا وعد باش ما ننساش سينو نذكركم بسؤال الحاسه يقول قداش مازلنا نحكيوا على الجمال ميساجي احنا نحبوا الجمال الله جميل ويحب معنا الجمال هو انت ترى ترى سر الجمال هو انت الله لا محلاه الغناديه ولا تفكرت توا سيده سلاف الله الله باه قداش الجمال مهم في اختيار شريك حياتك هذا سؤال الحسن جاوبونا عليه على الباج فيسبوك بتاعنا غاديو اي اف ام ضيفي سعيده جدا باستقباله شويه اخر في ساعتنا الثانيه من احلى الاصوات العربيه تنكتشفوا يلا راجعين بعد الاخبار